وي تا دي توالين سلام ربي ذا مقران في اللون مرحبا يسوان دي تذول تا جيت مدي تا جي يال ثيك التكا يال يال ثا مدي كوني دنت ملال وون دنت تا كيكا غوالي كون وي دي تذول تا والت للي وكنا ديني اول نون غاف تمسالين الى دنت وي اكاكي كل يوم اول بوساكي غاف غفوان عبد الملك سلال غافين يعني انت ذا مسا نتمور في الجزائر ايمي غدوين يتبدلن إمي أسوغاس قعدان يناد باللي الجزائر تزمر أتقاوم صبون البترول بالصح اللي يقرد باللي ثامور تزمر أتكشم دي تزغان تنتذم سان أغلا كريز إيكونوميك إمي ذوق نجموع إنس يكذون مهال جديد نصونا تراك يكذون مهال جديد النفطال يناد باللي الجزائر تخسر 1.8 مليار دولار تسبع نبدل نسوما البترول ويأكدد سلال دو كواليس بلي انا باذ يزمر اذي كمل دوك سلحون الموارد نصر دينس ارمي 2019 عند غرس تقيما الى 38 مليار دولار دير خزينة ماذا قلا تكمل سوما البترول اكاكي نكوني نستقسينا غروان نبغى نزار انواع اذا المسؤول غافين اللي صوت دمسان الجزائر غير رواياكي عند ايلان اسنفار نغ المشاريع الى تقار المشاريع عظمى الى يخدم فخامات سلواي انتقدو ذا وكي غيدي سقسين نغ غرون نفغا غاتفكم كون وي ثامغلين ون ينتمنى يلي ون ديفك ثامغلين ساكني لاقي وكن يعني كل يوم ندي سيوض ثفراتي ناس زمرا ما غتسولم ستاول التليفون الى دي تعدين سداو تزرار نغ زمرا ما غتسولم ستاول سكايب إيوا كن أدنطف ثفرة نون أكان ساعة وكن دخل وقيد المنبر نون ذا وقيد أول أنت للي أول ذا أول نون ثمغلي ثمغلي نون كن وغد فكن ثمغلي نون أكني لا ثولام أنواري خلصن ماذا قلت خشم الزيار دي لك خيز إيكونوميك وكي إذا هلنا إذا تمسلت تمدي ثقيا نفعت كم الجواف كن وغد يتوالين هاد نطف اسي ولا منزون وقيا رشيد سيف قايد رشيد ثانينا الو نعم مع السلامه انا كازول فلاك عازول فلا ولا مكملين لاباس الحمد لله تفضل رشيد دمكي نعم هذا الجزائر مدينه في الخشيه فاش تهضر ذا كاين وعين اللي هضر راك عبد الملك شلال تمام اشتاقي ماشي الشعب المسؤول فين نظرونا كان تمور أنا هذا المسؤول هذا كي يجي في زاني اليوم أكام كي منتخب أكام بون كي هو منتخب بقلكو من تمقرا أكام رويلة بجاية أها قوقفو أنا نسعى لا ماجوريتي نسعى ممكن نكتب شي الوالي أكام خاطي أنا أنا مصر نكتب شي الوالي في المشاكل اللي قلنا عند البلدية في التنمية نشوف شي صور دي من الآن فما بس حوالي خل ما نولاش نكتب شي الشاف دايرة ولا حد فما أنا تحول المش بون المنتخبين قلنا عند البلدية نسعينا المسؤولية بكا الدولة ما يعمل اللي صور دين الدولة تروحون كان كني فما تروحون أنا هو الماتريال الدولة فما تروح كي شوية ريسبونسابل فايين مدهدر باسكو كاين فوتي في الشعب أكان خاطي ولكن إذا تقوم أحسن أما تقوم ما تتبع تقوم الإدارة سوتو في موت القضية خارج كميل هنا كان أما أي غلط في سعوديين أنت تقول ما خدمتش أكا ولا حد ولا يكونترولين كي عبد الملك سلال ما يبغى ما تهدر في الإيكونومي فهم عادي زرع نوال بشان أما أنا بصراحة سعوديين تمر أنا كنا في محقوريان كان خطي اكزاكتو قلت في الله الشعب من بعد تلقاها غنروح على الاداره في قبيلنا انا اها اكزاكتو ماشي كاع الاداره غير المسؤوله الوالي طب الوالي الشاف الدائره فما زويد المسؤولي اها يعني الماتيريال الدوله ما يتمراز الماتيريال الدوله ما يتشروا حد يجي يقرا بلاي هو الشيء حد يجي يقرا ما شكا يعني فاهمه تفراتيك رشيد باللي الا سوء التسيير نغ ولاش ورا يخدم انا ما كني دني دا صور ديال يلا مي بصح كنا غاد نقارث ولا سيار الزات اسكو صور ديال كي يبدا لايك فو الجزائر تزمر تكشم ذي لاك خي زعما داك لا تكمل لك كي ذا يا كي غادي قار عبد الملك سلاك دينا غاثان مرثم قران تي رشيد وك رشيد سيف قايت نروح نقيم دائما ذيف قايت ياك حمزه زول فلاك على سلامينك
حمزة بنت أسلمتك حمزة، واش راي؟ الحمد لله، واش الحمد لله، واش راي صحتك؟ السلام عليكم على القناة التمازيغ. وعليكم السلام ورحمة الله. والسلام على الجورناليست وفا دي غران زيفور. Je vous remercie beaucoup. Bon, ce qui a mis le pays dans. Qui m'appelle. Hadou, il n'y aura aucun changement. Ça, c'est moi que je vous le dis. C'est toujours le même tourne-disque qui tourne. Il claque beau, etc. Bon, qui tourne le mille-fête, mais ça, c'est une jupe de mille-fête. Voilà, le mille-fête, c'est son attibat à la construction de l'usinable. Voilà, il était à son élec, le mille-fête gagné. Voilà, on a dû, le mille-fête gagné. Et il y a beaucoup de choses, mais ça, le mille-fête, mais ça. خربوا البلاد، العباد خربوا البلاد، فرنسا تعرف شكون السراقين جابتهم بلاصتهم كون بريزيدون وكل واحد دارو مينيس وفاميتهم وزرعتهم وهم ياكلوا كما يحبوا ويغذيوا الخضره هذه راح يغذيوها باش الشعب ما ينجمش يشريها، كي ما ينجمش يشريها يولي يسرق الله غلب عليه، الوغ تو سكي سباس اون الجيري تو سا سا بروفيان دو لا فرانس. Et on nous dit, vous avez l'indépendance de Gaulle. Il a dit l'indépendance, oui. Mais les accords d'Évian, ça a été trahi, les accords d'Évian. Ce n'est pas vrai. Alors, ce que je vais vous dire, moi, Chad, un pouce, il faut faire la force, Mahoumadouma, parce que il s'est ramé à Ternan. حبوا يقراطين جيسكا لو دابني لاموار تاع العظم، وكان يسبوا يزيدوا لاموار تاع العظم تاع بنادم. هادو هما سي دي فامبير، سي دي جون كورومبي، ما يستحيوش، ما عندهم لا حياه لا دين لا مله، هاد العباد اللي راهم حاكمين في البلاد هادو. هادو سي دي زاساسان، سي دي تيور، سي دي كريمينال. On doit les juger, on ne doit pas les laisser. Hein, comment un président qui ne parle pas pour le peuple, qui est même le fauteuil ou le fauteuil, etc., ceux qui gouvernent derrière lui, c'est son frère et sa famille, etc. Non, tu es malade, terminé ton mandat, c'est fini. حمزة يعطيك الصحة، كان غنفك الوقت هي اليوان ولكن ندي في كل انسى ثفراتي ناس. انا حاد نطفسي والنظام وقيب بن عبد الله من تلمسان. بن عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. نعم. وديكي أنا حتى في المنازل تاعنا يعمل بوي تاعنا مرحبا بك في الطيارة. شوفي سلال رايح، أولا رايح غدوة صغار رايح يمثل الجزائر في القمة الإيطالية الجزائرية الثالثة، لا يعني رفيع المستوى اللي تنعقد في روما الإيطالية. ويجي يتكلم مع الجزائريين بخطورة الوضع يعني أو الأزمة في الجزائر. يعني بور لو لا سيتياسيون إي غراف سي نورمال، مي بور لو ميزيراب ألجيريان تو تي نورمال يا أختي. لو ميزيراب ألجيريان مونج با، إي نو ترافاي با، إي لي سونز أفري، إي سونز أفنير تاع لي زونفون تاعها يا أختي. إي سا سي تو تافي نورمال بيان سور. مي لي ميزيرابل حنايا علاش يا خفي يبعثوا ولادهم وبلادنا بور فير لارمي، وحنا علاش درنا لارمي؟ يعني نورمالمون بدون أجرة، علاش درنا لارمي؟ إذا كاين جزائريين أحرار نتفاهموا باش ولادنا ما يروحوش لارمي، وحنا لازم يعطيونا إن بونسيون تاع لي دوزون لي درناهم يا خفي. Merci. On a mis ou bien ce qu'on appelle le service national, alors c'est une mise. Les leaders, il y a ce que veut dire l'armée en Algérie. Après, à l'intérieur, on dit, on laisse les riches dans l'armée. Donc, nous, en tant que misérables Algériens, nous sommes là. شكرا عبد الله. بن عبد الله دي سقسيك دي قاري غار وقين سعنا كذا أدريم نغي بارك انتي نتوحو نرى الارمي تنوير ثي عبد الله من تلمسان نوحتو را غار داود سيل زير. داود مس الخير أزول فلاك. مس الخير فلاك مدام بونسوار أزول فلاك أزول عسلامة تفضل.
سميتو وديكتاتور وديكتاتور. ميرسي بوك، يعطيك الصحة. مدام الانترفونسيون دو مسيو سلمان هيير او نيفو دي كابل دو لا رونتي سوا براك سي سورير بيل با سورير سي اون بون براك يا موان دون اني ريزي لو كونترير دو سكي ديزي سكي لا دي هيير Il nous apprend qu'en 2019, nous aurons des réserves de change vont se stabiliser à hauteur de 37 milliards de dollars, alors qu'elles étaient à 200 milliards de dollars passés. Ça, c'est le résultat, pas de la mauvaise gestion, c'est le résultat de l'absence totale de gestion. L'Algérie n'est pas gérée depuis 16 ans. L'Algérie est en jachère, c'est comme en agriculture, quand on met des terrains qu'on ne plante pas, on les laisse comme ça. Il y a eu une politique d'encouragement à la corruption, au vol, à la rapine et au désinvestissement. Parce qu'il y a un groupe d'incompétents notoires. Parce que l'armée a choisi un président qui était justiciable, je dis bien justiciable, dans l'affaire des comptes bancaires des ambassades d'Algérie dans le monde entier. On l'a mis à la tête de ce pays. Ils ont ruiné ce pays, ils ont ruiné. Ils ont désinvesti, ils ont découragé. On a créé, par exemple, le terrorisme dans le cabinet pour faire fuir les investisseurs. On a fait fuir la matière grise. Nous avons 1 million d'Algériens qui ont des doctorats, qui ont quitté l'Algérie avec leurs femmes. Ça, ça coûte plus cher que le pétrole. Je vous donne un exemple, madame. L'excuse, la criminalité. L'Algérie est un grand producteur de gaz par rapport au pétrole. Le GPL est un gaz de pétrole liquéfié. Une voiture qui ne peut pas rentrer à l'aéroport, on s'en vit aux impacts, c'est des raisons de sécurité, ils ont peur pour eux. Donc les gens n'achètent pas de voitures qui ont le GPL, ils achètent des voitures qui ont la essence ou le gaz. L'essence de gaz, c'est plus cher et nous n'avons pas d'essence de gaz. Après, cette année, on a importé de l'essence de l'étranger. C'est une catastrophe économique, je n'ai jamais vu ça. Les mêmes pays noirs africains sont mieux gérés que l'Asie. Voilà un petit peu le constat dramatique que je fais de cette situation et je l'en veux quelqu'un qui peut tirer sa place comme directeur de cirque. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour toi, monsieur Daoud. Monsieur Daoud a dit هضر الضغف ذمسان تمورث وقرب اللي اتن لحون يعني غرير فريد يعني لو كانت كمل كاستون كاتاستروف يعني نتمني كان الخير وكن هذه اللي تمورثنا ان شاء الله هذا نطف سوى النظام وكان سعيد سيتي زيوزو سعيد عسلامينك ازول سعيد عسلامينك سعيد اتفضل سعيد يمي تقارض يعني تمرت كشم شحال هكا دي لا كريز
بصح ثورة غنتولي السلعة الدينار شاك فوا غادي تصوبو السلعة لاثر نو ماذا قلا الدولار وستكميلة الدعم يعني ونعاود استعوانا راه ذي سومان السلعة صافي غنوار يخلصن ذاك ذو ذا يخلصن ياكي باسكو اشاك فوا السلعة تن لاثر نو صافي بالا كتكشم دي لاك خيس كثر كثر تيني لان وقبل في مراجعة لوروب نكون يعني ولا ذا جسوا فرنسا نغ الإيطالي نغ مام الإنجليز يعني كشمن تقريبا كشمن تدي لك خيز إيكونوميك مي بصح صوب فينتي من سن سس يعني فغن بلك قريب فغن سي لك خيز أجين إمين خدمن تساويل خدمن يعني خمن وكنا كي سيار الزات وطاست مورا ذاك كزيرا نخمن تقشوفي وكنا صوب فينتي فغن سي لك خيز أجين اسكو الجزائر تزمر تخدم كامل اثنين انا تان ميرتي سعيد يعطيك صحة سعيدة دي قار الحل الذي لين يلقى الشعب ريح حركين نتان يعني اكزان نصلح انت مورثين نستعيتك صحة انو حد نطفسي والنظام نوقي ابراهيم سيتي زي وزو ابراهيم اك دينا زول فلاك عسلمة جسلم وتمام تنجحين وتمام سعادة يعني وكذا كيف تشرح حسانة المغاربية تشنا أزول أسلم أنا أتسلم وتمام سعادة أكسل أغاق إبراهيم كمن أنا لو كنت أنا وطرتشي يعني أطلع كريدة جيدا كي سكو لارجيري تشر وتمام بلك لارجيري إن قد إيكونومي donc le système il y a l'idée de pétrole mais là la chute de pétrole n'a pas été le pays va être en crise parce que le jeu n'a pas d'économie l'économie l'hydrocarbure normalement l'économie est plus la c'est-à-dire تبغى غادي نوض يعني الدوله وسخله راه غافي سنفر نيض غافلي بروجي نيض تسخل كان غاف البترول اللي مي انت يعني دي سخشمن يعني الجزائر تزران ساع البحبوحه وسني قعدان سخشم الدطاس تدريمت مي بصحه انت ولي كي سيس كواسني دي تدون ميك لا تنتوالي فوالا وتمسى هنا كتبنا شي مرات شي لا مارجيسيون c'est une gestion donc qu'est-ce que je mets sur des pétrole normalement on va construire des usines l'industrie c'est diversifier l'économie mais là tu vois depuis l'indépendance l'Algérie n'a pas diversifié son économie donc le système a vu des marmons à peu près pour les mais ils sont de chez le pétrole le pays en crise donc on a vu que chez par exemple ils sont de pétrole كلش حسنت ولا بلونساش حسنت دونك لو ريسبونسابل بيان سور سي سو بوفوار سو بوفوار لا ريسبونسابل لو تما سيتياسيون تاكي دونك الى قلنا نمقل اسميت لا سيتياسيون راه مشات الجزائر مشات كيما نتا سوسكا اكزاكتومون يعني دوكي اذا استقصينا اعطيك صحة ابراهيم ادن سمك ثي غا مكنيت سلام ثي مغلي ونقيا ليون ديقار بوشو البروبلام يعني دا شوك صوضن ثمور ثغ الحالة يقيا الحالة انت ذا مساني ميت صب بزاف ثذا مسينس الاقتصاد نتمور ثي بض يعني كني قارن
الحضيض ذا نشتاقي غيك جان ثامور ثاتيلي دايما دي الريسك نا غير خطر إوا كنا تخشم دي لاكريز ايكونوميك. نسعى نسي نظن وقيس صالح سوق قفو. صالح السلام عليكم. يا زلمة يا أنزل على السلامة عليك صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سيما 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 عند أختي إبراهيم الشريف كنت في سيما القرية المغربية. كيعني غير بين ساعات كنت في سيما في الديشيك. إذا كنت با دون دو ريكونيتر موان دو رابيتي دو لاكريز شو دو كوفرمون ديال الكسي ديال حاجة في الكتاب ديال الدنيا ولا غادي ديميسيوني مع الكوفرمون ديال الكسي ديال ريبريزونتون تاع لانجيري في سون لانجوجي. وعليكم السلام ورحمة الله. ثاني مرة ثم قرأ أنت ومتنا غير صالح ما كنت سلام يلي ون بشو سبان لدي قار ثمورث صوض الحالة يقين يلي ون ميك ثمورني نس نكونين نبغان نزار بلك أننا نزرك يعني إذا شو اللي ضارون دي ثمورث زيار من بصح نتحويس غافي الحل بشو الحل اللي إقلاقن إيوكين أصوفي ثمورث غافي يقين. نسعى سيو النظام نصر سيدويرا. نصر زول فلك. السلام عليكم. السلام نصر. السلام عليكم نصر. نصر نصر فاكي سقسي نكوني نتوري بلي الشعب سي سور نتا سورتو زوالين اذا نتا غادي يخلصن اياكي بالك ماركانتينا وتاثر راه كي فلاس مي بصح اي غار لا سوسو من نولا
نوالا باللي رنوني سلعه يعني سلعه تبوظ غا الحديس بالك ومازال دي شهر رمضان درنون ذا درنوني سومان سلعه مي بصح نتوالي باللي مدن تروحون تاغن سلعه ياكي شغل وثني تشقارا اي غاليه صافي كدور ذا شغل يستهل ذا شو لا سي ضرون ناصر يعطيك صحة نصر نروح ثورة غرف قيث ياك حكيم من والي ذا شغدين يا حكيم أزول فلاك أسلم أينك أزول فلاك أنا أزول وثمتنا سعاد كرام يخدم المهار بيتي سند دولة على كل حال إني شوشي والسيئة وشو دار وثمتنا سعاد أدنا هالدار غاف أول عبد الملك سلال إمين ليت بالدير ووالي نسغف الذمسة نتمورث من المية قبل 2014 نسلع بلي إن يك أصب يجي البترول يسعر له في اليوم يعني في الاقتصاد تمر في الجزائر أن كمل يصنفر النامي بصحي ظلين يهضرات دي الكونت خير إن يعني تمر تزمرة تخشم دي لك خيز اقتصاديك يعني مكي تسوى لي ظل هضرة يجينك دونك أنا وتمثنا سعادة على كل حال يعني دينا وش روي الحكومة عبد الملك سلال مو صح صحيح صحيح زيست على كل حال شوية الكرة شو هذا اليوم اسمي لان إذا لم نبيان في الموت الجاي الفروفي في مطار ممتاز يوم يمكن أدخل من تدل شام أكن إلاق الحالة شمي في الدان بحبوحة المالية يتونا بدي هو يشوتي بترول مليح والسنية إن جوها سيبقى يبسعون بروبلم ضم قراني با خلال البروجيات اللي موجودين كنا نخدم مع السوسيال كان ونشتينا غير ما قالت نشتينا نعدم اليوم سياسة مستدب سام نتموت نتموت نتزيجر إذا قلت ناس أما بونس من ناد بليل ونساج من شيء ونضع سوليسيون إلي شان النار من ناد بليل إلى أخر من الانفستيسمو أخر من لوزينات وليون كي باري بزوبو وكمتنا سواء عادل كيو أمر يار ناتيني مليارة نيبي شانا بيه ويما كيميو واتي وتغم حيطة في بطرو أروح مليار مليارو مليارو مليار وحد خدمنا دي زينة تخدمها السبعين اللي جان والسورين والدوائد الأخرى بلا من هنا وروح نخدم ناس الله ساجي الباتورة أقدر تدير كلام وسن يكسع عضنا مليح مليح عالم ديدوش الجلفة وعليكم السلام ورحمة الله تنمر ثم قران تحكيم حكيم سيف قيث نوح ترى غارثيزي وزوية قمتنا مخلوف مخلوف السلام عليكم أزور فلاك عليكم السلام ورحمة الله زول في لهنا سعاد وزول يكفى قد خدم دي المغاربية وقد التسوال لنسى الجملة مظهر الدمور هم مظهر الدمور عسلام اينك مخلوف يعطيك صحة عمير تسولات دي فاسون سلال سكافي دي سلال جروع ان جرون طوماج بور المغاربية لا تليفزيون جروع ان تري جرون طوماج اي لوماج اوسي يوقد التسوال يوقد الشركة دي نوبات نينور خاطر لا نكوني ولا تري لا سون دالار وصافي بوكو beaucoup plus, ça fait longtemps qu'on a tiré des sommes de dollars. Là, c'est des contre-révolutionnaires, c'est des gens qui ont mis en place. Mais c'est le fait que le pouvoir actuel, même Bouteflika, il n'a dit au troisième mandat, il a reconnu l'échec. C'est un cerbère contre le cerbère du pouvoir. Les mensonges, une seule. La corruption, une seule. La corruption, une seule. Ils sont devant le fait accompli. Par les experts. Alors, ça fait deux ans de ça, depuis qu'ils ont remboursé la dette algérienne, ils l'ont remboursé cash. Les Timourettes Khadman, 850 milliards de dollars, ils tiennent pour contenir les multinationales, Khadman les comptes bancaires, la paix civile, le peuple algérien, ils ont détruit les richesses du sous-sol. Tu vois, madame Dinerio, le Hajam, tu vois, Azavoum, il est en train de pousser le peuple. باش يديك لا سوسيتي سيفيل
pour dire à ce pouvoir, dégage, et c'est le moment que le peuple, la société civile, abdicare, à la finir, et il faut partir. Wa salam alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tan mirth tham qaran tam smakhlouf. انا حد نطفي سوى النظام وقي يوسف سيف قايد يوسف زلف لك زلف لون اسلام اينك يا يوسف اسلام اتفضل انا بوزيد انا اطلق يوسف يعني سمعت قايد بوزيد اسلام بوزيد تفضل زلف لون دوك ايني غرانا كدي صدر طلطورة للدكلاراسيو دي نسجل كي ركولي لغرافيتي دي لكريز انا Donc la crise des c'est une crise qui a duré depuis 62 ans. Après les gens, مرتي ابو زيد ان شاء الله ماشي ذا سي ولا نقالو يعطيك الصحه نروح ثورا غار تيزي وزو ياك محمد زولا وتنسعاد زولا السلام عليكم محمد وتلمك دلوك يمكن تسوي لك المعرض يا شيخنا نايس نمك تفضل بون زين كنا ورا الدنيا صافي ان بون مومون صافي لنا نيم الدنيا غوالي شي جامات في المدن قيمتها ماش في تواعد تكروني من بنو شي كراز او تمثل الموت اللي تشكل لك راه صراحه نعم صح انا امام الخليط وباتي صح والله كريز ذكي سي 62 كنت بلا كريز ولا ما كان ميزا ذكي ما كان ميزا ذكي تسمعني لا تشل اكليك اقل معطوبة رحمة ربي اسمعني فكواني من الكوري وغير غيرت نغني تشل دونك تفعل يفوكي لنال فوكان أدوان غيرت نغني تشل أدوان لأخير بوغري أجل دعوتنا تفير عن نعب يونس كروح أصل أجل تبان تواغي فما يعني إذا كدو تكسون الحركة لا شوفني غلاء في السؤال كي طوك أتي دعنا عمدان قالوا أسفلوا كي أطفلنا رأي تلمك خلاص قولا بصوتي ورسكيا دي تريني نور بشخي ورتحيرا قولا دي فغل دي جرمانيه من توالي غلا ما نوتن دي غلا شحال بويدا كسل دي تمغرب ونسي ورسي دي غشفع وغير غشفع الليلي والبن لا جو قبل الزورة ما كنا نعرف كنا غادي باسم منيتن نغل دير قاد من تروب زان تعال عليا مع النار غصن زياد وش انا مرا روح حيلا يتغيو النكت ولا شو قاعد قال يخدم الصايل هذه الكورا ولا شو تيحسب غير الوالد شاب دايره وبحال نارات كيتفلح لو نتج من ولا يمشو من ما ذكرت انا ما غلطت كل ولاش لا تقول يا خاصه ملي كون تشوره الله اللي عرفني انت نكون سويدا في محافل ما يمضم رمت الجامعة لم تلقى انت ما غلط حرق البحار انت طلع العمار خاصة يعني امني تشعور نعيا نسكي الصوار قصتين الصوار انا اكثر من تنزور امني المظلم غا تنزلي الاختار نفض الحلب السلوك تنميرتا الاسمة سواء تنميرتا كي عفو ربيعتك صحا غافوس فرو يجي يغدف كذا كان انوح دنطف سيو النظام دي فرنسا وقيم ماسي نيسا ما سي نسا بالك درس فلو ذا غديفك ما سي يزول فلك يزول فلو نسوات أسلامينك يا ما سي أمسلم
الصباح. الحمد لله. اتفضل. الحمد لله. هذا هو قسم ماربيا. الله يسلم. اتفضل. وقسم فلوكي خدمة تسلونا سفلة سيافور بي أسمع طوب. الله يرحم ربي. أسعد إبراهيم الدشري سلطة صلاح. محققي. أكل مدى عندنا في الماربيا. إن شاء الله. بون. اتفضل أماسي. لو كان مازال الناس افشيني نكر لاصليس نكرنا كيباس تجا سعدي ديال رفيقنيس زيغول ساعد ساس سودري مت الزنز نيفيس زيغول ساعد ساس سودري مت الزنز نيفيس اباس اباس ديال زان غورم سفير كنا متسهم كان مبروك تغدر ريسن تعمد تصلو غضنان اشحال يغلظ غدقن اتيني مو كرشان اشحال يغلظ غدقن اتيني مو كرشان لو كان صغيرها كتبدلو اي غارة دادر غيثمين تدبير تسرير فرويض ساعديه هو في اليقين زيغ دادر ميك ميشوفن اتينو لسعر حكي زيغ دادر ميك ميشوفن اتينو لسعر حكي اتصل قدر الغورو يخدعني دقوة مازن لصليس يجات ليلكم يدان وقد نحكمن ثم زيغ دقيني تسروم وخمس صروم يدر انا سويست خلال جمعتي قلان ويذا كل ساعة لنيف لعرخ الدمنا الشام يسر تقير نساسيف عندي عدان سلوغنا غمان زنزنانا تسوحاليف لو قدو غير غدونيد زرغ لاش هو مخدمة يتيني جانتان صليت سدير دي عدوني كرها امدي في كربيتا وغيث نكت جمع تصاصا امدي في كربيتا وغيث نكت جمع تصاصا جغم بلعنا وبقى على غير تان مرتا ما سينيسا وما سينيسا في كردام سلوغا سفرو اجي غاف ثمورث الجزائر مصح نقار ان شاء الله نتمنى دائما الخير ثمورثنا ان شاء الله ثن ميثماسي هذا نتفسي والنظام وقي حميد سيتي زوجو حميد زول فليكس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله الزول افاد المغاربيه كلمه لا نزل في الكلمه اللي بي تصور قاعدين سلمية في ماكينيسا في فرنسا لكل حالة سجينية مع سيكاديك لايا بالملك سلال يعني مع الكتجرة اللي تزوارا المراسينير بانشور منشير الشيخ بيقول يا ماما يمشي في مالجيريا يا الخير يا الخير سبقوا في مطر عند الغرض وكاد بلاكار يتدركي أقرب الضركة في رسا من الله الضرارك الغندر عن السلطنطاي ضد الكلمة الكنصاء شكرون الشدر كثر بهم دير كين السفد ريكالي لورد الرنكور بروفيسيال اكي طيطن بيهق على مدريد تبتير جاريتين توجو ميلا سيراتير بيجي تطراجيريا الغندر بيلي يعني أطلق الشراب إن أنا حقاً أنا خلص بعمد التوضع جلال ديوان أنت أفو أسرك ديش بي أنت أفو مونتان فرا تفتريكي في الرسواب لفك دروت دريجي إكي تاكيش بارا مجاكي تسوط الطاريجي دلالكيم كونتر لطلق الشراب إنسا Devant le monde qui les observe et l'histoire qui les condamne. Oui, qui les condamne et qui les jettera au fond de ce verre de l'histoire. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ثمرث ثم قران تحميد تحميد يلثي كلتا كان غدي تك ثفرة تنس أو دينا قيمة تيذنا غانو حد نوالي الفيتي يجي غفا والدي فكان عبد الملك سلة الود نغال إيوا كنا نطفي سوا النون خلال هذا الاجتماع من طرف رئيس الجمهورية شيء مؤكد اليوم إن الجزائر ماهيش في ظروف صعبة هذه الحقيقة اليوم ماهيش في ظروف صعبة تماما لأن الحمد لله كان فيه إنجازات عظمى قام بها رئيس الجمهورية في بداية الألفينات بالنسبة للمديونية الجزائر ما عندهاش اليوم مديونية ماهيش في نفس الأوضاع كما 86 كذلك عندنا احتياط بقدر نمشي بها 4 سنوات تقريبا بدون مشكل وعندنا كذلك قدرات اخرى ما يسمى في الافراد
هذا هو الشيء اللي خلينا نمشي في اتجاه واضح وسياسة واضحة. دولسة خلال 4 أو 5 اجتماعات على مستوى الحكومة خدينا عدة فرضيات، على بالنا باللي راح الأمور ما تتحلش في وقت قريب، لكن خلينا كل احتياطات باش نواصل في البرنامج نتاع الحكومة، بالأخص كل ما هو اجتماعي اللي يتعلق بالسكن بالماء بالجامعة بالمدارس، هذا الاستثمارات كلها نواصلها حسب الوتيرة وحسب الشيء اللي كان مسجل في مخطط 15-19، هذا ما فيه مشكل. هكا مكنت ولام ذوقين الهضره ديالنا عبد الملك سلال زوز قاعد زوج 2014 ميقف ذا سمال البترول لا تصبو عندها يدينا انك الجزائر ماهيش في ظروف صعبه، ماشي دي الحاله يصعب النثلا انك طاس الانجازات عظمى اللي يخدم رئيس الجمهوريه نغسل واي انتقدو ذا ان الداغ والسعر المديونيه تمرت الجزائر السعر المديونيه والسعادة احتياط تراتي الجن يعني تسلحو يما نسكن يعني 1-4 سنين يا كان مي بصح اللي نسلا اي النظام يعني نسلا كل كونتخير بون شتاكين يمي دي قار يعني ثمرت تن يعني دي تضبط يعني تزمر تخشم دي لا كريز ايكونوميك يا كذا نداول لي تبدل نبغى نزر راي نوين غافي يا كان هذا نطف سي مزيان سي بقايث مزيان نزول فلاك عسلامينك الله يسلمك أسلمة. لا شو غي تسوين لا شو أنا وين ضاق إيش كي أحسن إيش مو غير غرض ما إذا كنا كنا نشتكي هذا لو نكون شتى ولا حبيسة لا مو غير كقيس إذا هو يطلع شو بس أنا هذا طلع أنا هذا عند القلب يعني هنا صح على سالها يعني خم إيه لا شو كان ما يبغى ون ونطلب على مرطان إيش فاسين وخذ موجات إذا كنا يبين يلحقن الشاب بس يدير أنا ذاك أشوف والله كيف الشاب في مو مساعد على زما ونسأل البروبلم من مين الجنوي كي تقول أنا لا أدر نون بيصير اللي بيبغى كيف تسافر نرى إنه بان ثلاثة ربيع يعني شيء عادي يعني شو هو سر كلش نبغى نلعب شو سنين ترى من هاي جوجل سنتني يعطيك الصحة مزيان ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك الصحة إن شاء الله من كذا سي ولين قالوا مزيان سي بقايث هذه قال باللي يعني الفساد كشمن ذي تمثال تاكي من تو راني دي زرع باللي يعني الفساد كصاوب ظن تمور تروي كاع نروح هذا نطفى سي والنظام دائما دي بقايث وقيل والناس والناس زول فلاك عسلامة والناس مازول عسلامة اتفضل الوناس اشك فوا اكيد كان جام في البلد في البلد المشاريع العظمى اها بلد المشاريع العظمى في ذات من هنا ما ادرك الناس اللي بصا تجد الاعلام جامعات الاعلام المدارس كده نغثن مرثال والناس يعطيك صحة نروح أذن تفاسي والمعوش سيف قايث معوش الزوف لك عسلامينك الزوف لموت مسوعة هذا الزوف في دوكالين المغاربية تسليم أفرافة مينا الله يسلمك الزوف الجزائريين الجزائريين الجزائر ورا الجزائر لكني زوار أن الناد ليش قسمي قاعدة الندوية والنوم سندو من تكسر يعني والشحنة راه
الكذب طبلعت يعني ديش وشو سعد اللي هو 15 سنة الحكم الصوت من تمور ساقل أغنوتي يعني الرقضي لكو سارة ماهي كبارن السنديكا للأسوسياسيون أخذوا ذاك سورة الدكلان و تن مرث معوش عطيك صحة أنا حد نطفسي والنظام وقيس ليبيا عبد السلام عبد السلام عبد السلام ثاني إذنا عبد السلام وقلا يروح وسيول ما زالت ذول تناغ لا تكمل زمرة ما غتسولم وغادي نيم خون ويثا مغلين ون ميك لا تسولم تذم سنت مورساني لا تدون وداشو ذي الحل يوايقين نسع سيول نسعى نقومتنا إبراهيم سيتو فيرتس إبراهيم السلام عليكم السلام عينك أزول فيلم وكما شاهد أزول عسلام عليك إبراهيم كيف تسلم بسلم نبا سلام صالح رسول في الله ونكونوا قبعد إني مولاني قبعد نتمر نكون أقرأ ذلك أنت نكار نغلي الحمد لله أقرأ أنت كسك الخيق شوي يذون أنا أولاد ممكن والله هذا الأم دينا إن شاء الله هاتي جم كل رسول هذا تعز المعبد الشقاقة تلقينا بعض من الدنيسيون الله إن شاء الله تسلم كلش إن شاء الله يعطيك صحة ما بدك الصورة سلمي كردي اسمح لسن يسيد اسمح لسن يرقز نالك ودي سوال انت يا غريب نسر جملة من موضنا سنتفكر بيش فان شاء الله إن شاء الله الصورة سلمي ما سيني سنة عطيك صحة نسلا إذا برد ما تبر والناس يا حمار بين قرد قرف حول ما تبر والناس نعم تبر والناس يا وقت ما شاء الله من أوتيلت ما إلى محندوس إلى الباتين غير محندوس إلى لقين ما إلى فوالا باكريز غريكونومين تموت هم كلين ولا دولار جرين سعد دكريز فلا الله كريز غريكونومين فلا الله كريز جاز إكسلر ورباتو جرين تموت ألومانيا يا ما استحوالينا الدنيا أول حتى تمانز الملك فضل أي سنة نشوف فندساون ميت خسر نسني أنا خل أدخل أنا خمسين كوني هذا هو كنت سلحاول ذنيسني عيد كلش ثم شاف سنة رتشيا ميلا إيه رندا نظام وشاف ورث شقق لين إلين وولي نزل ما تبل ونزل أحمر بين النادر ذلك فو وولي مزيل كوري هذا اللي كفوني ذري من نجت سجنا لكن مدن هذا المزيل نكوني سنذوق في عرج هذا ضري سنن جذني ديبيا هذا خلصنا ينور شيء ذني سني قالت في خلصن شري غرم ضلال جري ذني سني ما شيء دقد هذا بيشوف ضرب إن شاء الله الوان دار إيلاق الحاد أفهم صروح حتى عاود الجاري لاقن أحد لكم بنادي أذي كسوول أذي كسيني غير فنقي في الناس أذي كسيني مثل عمد في الخزن مثل ستة أذي دارني مثل إن شاء الله هذا غير شو غربي أفهم سكركم كنا إن شاء الله ثاني مثلكم إبراهيم يعطيك صحة أنا واحد نطف سيو النظام نواجي محمد سيف قايث محمد زلف الله كاسلا مينك أزول مساء الخير ومساء الخير في لهم مساء الخير أسلام محمد أش عديني الضاء؟ أش عدين الدنيا فصوني بروبلم في مرة الزيارة سوني بان بروبلم ريالمو إيكونوميك سيت ان بروبلم بوكو بليس بوليتيك ما ري أورغانيزاسيون كيستال دو لاباري دو ليتا البروبلم سي ديسفونكسيونمون دو لاباري دو ليتا دو لا المشكل كي سباز اون بو ريلفي لو ديفي الجيني تان تري غران بيي il dispose de toutes les richesses il sait il care dans tout le problème de le citoyen le citoyen algérien
سموه الجزائر البروبليم سي لو سيتويان لو ميم كي نو فو با سورغانيزي نو فو با سورغانيزي الى الشعب الجزائر وي تمثلت الشعب الجزائر تمثل لاغريكولتور الحمد لله الجيرونيين اوني نو جيتيون ان غروني دو لوروب ان غروني في طون دي رومان تو تو نسعى لي بور 1600 كيلومتر دو كوت نو زافون تو لي موان بور لو ديفي الى الشعب الجزائر هذه هذا كيسقالي فقط الى قلو كيسقام le système, le système présidentiel en Algérie doit disparaître. La carrière, un système parlementaire pour qu'on puisse attirer une réorganisation de l'État, de l'appareil de l'État. Parce qu'actuellement, il y a des appareils de l'État. Les appareils, bien, ce sont des groupuscules, des groupes de mafia qui sont en train. La crime, ça, ils sont réunis, ça, ils sont réunis aussi à l'étranger, ils sont à des appartements, ils sont réunis à des trucs. Moi, je vous le dis, je suis un ancien marin, je connais, là, je vous parle des années 80. Mm-hmm. Dans les années 80, il y a certains pays où il y a des étrangers, des Sindes, des Algériens, derrière Sindes, ça a des biens. Il a créé de la ville ministérielle et tout. Il a créé un système, un système, une justice. Il faut que, déjà, on doit libérer la justice. La Catinée, mm-hmm. justice doit être libérée, on doit donner ses droits à la justice. Mm-hmm. La Catinée, déjà, on doit leur donner ses droits à la justice, d'ailleurs. Donc, dans un pays, la colonne vertébrale d'une nation, c'est la justice. Mm-hmm. S'il n'y a pas une justice, comment entrer ? Parce que l'Algérie dispose de tous les moyens pour qu'on soit une grande nation. Mm-hmm. Et nous sommes un grand peuple, une grande nation, la Khalid Chalzer, a dit que même Bliki Saad, les ancêtres, il a un passé. C'est une affaire du peuple, ce n'est pas un problème économique. Ah, c'est un problème politique qu'on doit régler en Algérie. Exactement. Mais le reste vient. تن ما ثقت يا محمد إن شاء الله ما تشيد سي ولا نقارو دينيغ محمد كن ما لنوي ذي خوكر دي سولي نعطيكون صحان بضد غار ثقارات ذويل تقينا أما كني تسلام يليون بوشو دي قار بوشو سبي لي صوضن الحالة تمورتنا كي إن شاء الله نكوني سي قنت مني على الخير تمورتنا نعطيكون صحة وند جاك أن يضل لهنا أرثي وفاث إن شاء الله قيمون ذي لهنا